وما شاء الله اليوم أنا جاي عند مشروع مكنوز. هي مو فيه مشروع مكنوز، تعال راويكم. مو فيه محلنا، مو فيه معمل، وما شاء الله. تعال، السلام عليكم جماعة. وعليكم السلام. أنا جاي اليوم سليمان، مو عندك هنا؟ شوف هذا الشيء، عصير رطب. نعم. شوف 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 ما شاء الله. هذا بدون أي إضافات عصير رطب، وعندك كذلك بالزعفران. بالزعفران. وعندك مو باللبان. وعندك مهني يا نوبة بالنعناع. أنا جاي أقرب هذا صراحة بالنعناع، أنا جاي أقرب هذا العصير، أشوفه غاوي ولا ما غاوي. اضرب لي أنت لف كذا على المحل، وأنا خلينا أتذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة بسرعة، أعطيني كيف شيء جديد. something is new. مرة. حاجة رهيبة ما شاء الله. حاجة جديدة. يبغالك يا أخي تقرب سليمان، يبغالك تقرب صراحة. شيء جديد. تذوقت. إيه. أنا مأمن. كذاك؟ مرة. يعني واثق في ذوقي. أكيد. جزاك الله خير. تعال كل يوم ها. إن شاء الله. بارك الله فيك.